خبرين الحقيقة أحزنوني كثيرا. نادي الصيد دايما من الأندية اللي طلعت الحقيقة قاعدة ناشئين كبيرة، أحمد عبد الله وتامر صقر، حازم إمام، محمد فضل، نجوم كتيرة جدا راحوا، هشام حنفي، راحوا الأهلي وراحوا الزمالك. في جيلنا أو في الجيل ده كان أبرز لاعب فيهم هو إمام واكد. إمام واكد هو الشهير بميشو، كان يعني هو يعني دفع الأكبر من أحمد عبد الله وحازم، دي الصورة اللي قدامنا، واحد من أحرف الناس اللي جات في مصر وكان متوقع له انضم لمنتخبات الناشئين وكان رايح نادي الزمالك، النهاردة يعني توفى. فطبعا خبر الحقيقة أحزن ناس كتيرة جدا في الوسط الكروي، بنبلغ طبعا أسرته كلها تعزينا، وأسرة نادي الصيد بالكامل وأسرة الكرة المصرية وأصحابه وأصدقائه. كان شخصية الحقيقة يعني الله يرحمه طيبة واحترام وكل حاجة، فيا رب يصبر أهله يعني الله يرحمه. يعني الخبر الحقيقة الثاني وهو وفاة الأستاذ محمد لطيف، أخو الكابتن خالد لطيف، اللواء محمد لطيف. والحقيقة خالد من الكوادر عيلة لطيف في نادي الزمالك، عيلة كبيرة، وخالد الحقيقة من الكوادر الكبيرة جدا في الإعلام وفي العمل العام في اتحاد الكورة وفي نادي الزمالك. خالد من الشخصيات الحقيقة اللي أنا بعتز بصداقتها بشكل كبير جدا. كابتن خالد مساء الخير. كابتن خالد. أيوة مساء الخير يا كابتن، البقاء لله. ونعم بالله كابتن سيف، وبشكرك على المقدمة الجميلة، أحلمش منك طول عمرك أخ عزيز عليا جدا جدا، وبعتز بأخوتك وصداقتك على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي والأسري، دايما واقف جنبي وصاحب واجب، ودايما بلاقيك في وقت الشدة أكتر بيبان المواقف الشخصية. يعني الحقيقه بعزيك، واللي هو محمد الحقيقه كان من الشخصيات الطيبه جدا جدا جدا، وكان يتمتع الحقيقه بعلاقات طيبه في الوسط الرياضي. انتوا اسم كبير طول عمركم في نادي الزمالك، واعتقد يعني وجود كل نجوم الزمالك واسره الزمالك واسره الكره المصريه جنبك يعني كان شيء الحقيقه يعني بيحاولوا يهدوا شويه من احزانك. يعني الحمد لله، هو ده اللي يمكن الثروه الحمد لله الحمد لله يمكن بدأها الكابتن محمد لطيف رحمه الله، هو اللي عمل الثروة دي، وبعد والدي رحمه كابتن إبراهيم لطيف. ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام إن ممكن أجي في يوم يعني أخد عزاء أخويا الكبير واللي كان في مقام والدي بعد رحيل والدي ووالدتي. يمكن اللواء دكتور مهندس محمد لطيف ما كانش أخ كبير ليا بس، لا هو كان بمثابة الأخ والسند والأب وعارف لما يبقى عندك مركز ثقل في الحياة أو سند في الحياة، لما بتحس إن الدنيا كده قفلت في وشك تروح له وتحط راسك على صدره، كان دكتور محمد يمكن هو بالنسبة لي كده يعني الملاذ بتاعي. لما بحس إن أنا مش عارف أعمل حاجة أو مش عارف أتصرف أو كان مش أخويا بس، لا ده كان أخويا وصديقي وأبويا، وبعد رحيل والدتي كان هو الملاذ الاخير ليا اللي دايما كنت بروح له بعد ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا صبرك يا خالد، وانا عارف والله يعني انتوا كنتم مرتبطين جدا ببعض، وان شاء الله باذن الله يعني تظل سيرته كده العطره موجوده في كل حته، وربنا يا رب يصبرك ويصبر الاسره كلها. يا رب، وبشكرك ويا رب يديني القدرة ويصبر يصبرني على رحيله، ويبقى يا رب الصحة وطولة العمر الأولاد إبراهيم لطيف ونور بنته وزوجته وأختي، ويا رب يا رب يقدرني إن أنا أكون عند قد المسؤولية الكبيرة اللي بعد رحيل أخويا الكبير، يا رب سامحني يا رب اكون قد المسؤوليه الكبيره يا رب. يعني البقاء لله والباقيه في حياتك، وكل تعازي طبعا اسره القناه ليك، وان شاء الله باذن الله نشوفك على خير. بشكرك جدا يا سيف، بشكر اسره كونتان سبورت كلها، الاستاذ ايمن سالم والكابتن شكير وحضرتك وكل اسره القناه اللي يمكن ما فادتنيش لحظه من لحظه وفاه اخويا وهي على اتصال دائم معايا وواقفه جنبي، بشكركم كلكم. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. خالد كابتن خالد لطيف، يعني البقاء لله في اخوه اللواء محمد لطيف، ورب ربنا يعني يصبره ويصبر الاسره كده بالكامل.